قبل ما يسألوني السؤال ده أسألهم هم، يعني من كان يعبد البقر أو كان يعبد المسيح أو كان يعبد الشمس والقمر، ما نظرته إلى غير ما يعتقد؟ بالظبط كده. يعني عابد البقر نظرته إيه لغير عابد البقر؟ شايفهم إيه؟ ما يفهموش بقى، من عايز أفهم يقول من يعبد المسيح، ما نظرته إلى من لا يعبد المسيح؟ ماذا يقول؟ ما هو دول بيخدعوا أنفسهم ويخدعونا إحنا معاهم. في عقائد لا تقبل المهادنة. يعني إيه؟ يعني أنا صاحب عقيدة ما أقدرش أضحي بها. أنا أؤمن أن الله واحد لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن النبيين حق. ما أقدرش أتنازل عنه. طب إزاي أنا مؤمن بسيدنا عيسى وموسى؟ أنا بحاول أفسر السؤال يعني، وبرضه بقول عليهم ضالين ومغضوب عليهم. أنا أؤمن بعيسى النبي، وليس بعيسى ابن الله ولا الثالث ثلاثة ولا الأقلوم. أؤمن بعيسى عبد الله اصطفاه الله، وأنه لم يقتل ولم يصلب. هذه عقيدتي. لكن مش دي القضية. أنا بقول يا ناس، عقيدة الإنسان أيا كانت، ما نظرته إلى من لا يعتقد هذه العقيدة؟ هل هو متقبل ده ولا مش متقبل؟ قبل يعني ما تيجي تنتهي يعني صاحب عقيدة النصرانية مثلا، ماذا يقول في غير النصارى؟ هيدخلهم الجنة؟ أنا بسألهم السؤال ده بقى قبل ما يسألوه. أسألهم أنت، عندنا كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، هما بيكفروا بعضهم. صحيح. طيب إذا كان البروتستانتي لا يقبل الكاثوليك، وإذا كان الكاثوليكي لا يقبل الأرثوذكس وبيكفروا، هيقولوا فينا احنا ايه بقى؟ طب اقول لك، هو ممكن يرد عليك يقول لك ايه؟ اتفضل. بس مش انا اللي بقول. لا اتفضل. مش انا اللي بقول. لا اتفضل. السنه والشيعه بيكفروا بعض، بعضهم. كويس. ما انا عايز اقول اذا العقائد لا تقبل المهادنه. العقائد لا تقبل المهادنه. ايوه. فده صاحب عقيده، ماذا يقول في العقيده الاخرى؟ فبيقول لغير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. ادعو الله الا اكون من المغضوب ولا من الضالين عليه. ايه المشكله؟ ادعو الله ان يهديني الى الصراط المستقيم. لكن هذا لا يمنع التعايش السلمي. احكي لنا بقى التعايش السلمي. اختلاف العقائد ازاي؟ وهل في صراع حضارات ولا اتفاق حضارات ولا حوار حضارات؟ وحوار هيودي لغايه فين؟ حاضر. العقائد لا تقبل المساومه. العقائد طبعا مش ممكن. مفيش تنازل عنها ابدا. اما ان نعيش عباد الله اخوانا ونتعاون لرفع الظلم، هذا ما يدعو اليه الاسلام. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني ايه تعارف؟ نتقرب لبعضنا ونتعاون مع بعضنا. فبالتالي أنا لا أرفض الآخر في حياة الدنيا، وإنما أقبله، أتعاون معاه وأرفع الظلم عنه ويساعدني وأساعده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة مع اليهود، مفيش مشكلة، لكنهم غدروا. فأنا أقبل المشاركة مع كل إنسان، حتى لو كان ديانة غير سماوية. طبعا. حتى لو كان ديانة غير. هعمل ايه؟ وانا لست عليهم بمسيطر. وانا اكره الناس. ايوه، حتة الاكراه هم عايزين. مش ممكن. لا، اصل الاكراه لا يولد مؤمنين. الاكراه يولد منافقين. وعصبيات. عندنا قاعدة شرعية. من اكره على الايمان فهو كافر. ومن اكره على الكفر فهو مؤمن.